عندما تكون الأنبوبة 1 مقفولة، 2 مشلولة، 3 مرتشحة، لا يحدث حمل. ست دلوقتي بتفرج علينا هتقول لك ايه؟ ايوه انا عندي الدوره منتظمه، الانابيب دي مجرد وصله عشان البويضه تتحرك فيها. الحمل المجهري قد يكون علاج لحالات الاجهاض المتكرر لو كان سبب الاجهاض هو خلل في الماده الوراثيه للجنين. الورم الليفي يا يتشال يا يتساب. الاستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العين جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. في عالم تأخر الإنجاب، في عالم مشاكل الإنجاب بالنسبة للمرأة أو الست والراجل، في قضية علمية مهمة جدا لازم تفهموها، وهي قضية التفصيل، تيلورينج. كلمة تيلور ثيرابي أو إنه العلاج تفصيلي، ده معناه باللغة البسيطة إن كل حالة لها أسلوب علاجي يختلف عن الحالة الأخرى. وهذا يعني أشياء مهمة جداً، إنه من الخطأ الشائع أو من الخطأ الشهير جداً إنه نلاقي حالات دخلت تتعالج من تأخر إنجاب فكل الحالات خدت مثلاً نظام دوائي بروتوكول تنشيطي واحد. من الخطأ الشهير برضو إن إحنا عندنا في مصر طبيعة تناقل الخبرات، 2 ولاد خالة، 2 عندهم تأخر إنجاب مثلاً، تكيس مبايض، وده وارد جداً في العائلات إنهم يكونوا فأكتر من واحدة في العيلة، فواحدة راحت لدكتور خدت أسلوب علاجي معين، بنت خالتها عايزة تمشي زي أختها، زي بنت خالتها، زي صاحبتها، خدت الدواء الفلاني وجاب معها نتيجة لأنها حملت، فهي كمان تروح بسابق معرفة بنسميها معرفة سلبية وتتحدث مع الدكتور في أنها تريد أن تأخذ نفس الدواء. رغم أن أنا أرجع تاني للنقطة الأولانية، كل حالة ليها أسلوب علاجي خاص بيها. النهاردة هنفهم أعتقد جزء من هذا المعنى، يمكن نفهم غيره لأنه في غموض كتير النهاردة في حوارنا. أنا نفسي معرفش لسه حدود الحوار وإزاي هنكشف هذا الغموض، لكن مين يعرف؟ أكيد ضيفي العزيز صاحب القدرة على كشف هذه الغموض. هي أكيد ببقى سعيد جدا لما يكون ضيفي هو القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الحقن المجهري، في عالم تأخر الإنجاب، في عالم النساء وطبعاً مشاكلهم، العقم إذا جاز التعبير، اللي استبدلوه أكيد باسم تأخر الإنجاب. بلا شك علم غزير هنستمتع به اليوم، غزير للغاية، مع ضيفي الأكاديمي الرائع وطبعاً الكلينيك المتميز للغاية الأستاذ دكتور هشام الشاعر. أهلاً بك. أهلاً بحضرتك دكتور أيمن. منورني. طموحك يعني طبعاً كالعادة شاطر ومتألق، لأن أساساً السكريبت بتاع الحلقة غامض وأنت ما تعرفش أي معلومة عنه. لا معلوماتكم الدكتور هشام. بالظبط. إحنا عدنا قبل الحلقة نتكلم هنتكلم في إيه، فخب عليا كل ده حقيقي الموضوع وقال لي خليني أتكلم بشكل مفاجئ. ده حقيقي. أنا استشفيت إن أنت هتحكي. بالظبط، أحكي حكاية أو أحكي سيناريو متكرر عندنا كتير جداً 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 بنشوفه، مش هقول لك كل أسبوع، كل يوم في مراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. السيناريو ده إني الحالة كالآتي: الحالة قبل ما تجينا اتجوزت سنة ونص ما حصلش حمل، فراحت لدكتور. الدكتور أول ما شافها أنت عندك تأخر حمل، فعمل اللي حضرتك بتقول عليه، راح مطلع روشتة بتاع تأخر الحمل اللي فيها 3 أدوية عبارة عن حاجة اسمها إيه، منشطات للتبويض. ومشيت الحالة على كلام الدكتور وقعدت تاخد منشطات التبويض دي شهر واثنين وثلاثة وما حصلش حمل. قالت أغير الدكتور، كأنها بتغير العتبة يعني. راحت لدكتور تاني، خدت منشطات للتبويض تاني شهر واثنين وثلاثة وبرضو ما حصلش حمل. قالت أغير الدكتور. راحت لدكتور تالت،
خدت منشطات تالت شهر واتنين وتلاتة وبرضو ما حصلش حمل، وراحت لرابع وخامس، واستمرينا على السيناريو ده لحد ما قررت انها تشرفنا في مراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أول ما جات لنا، أنا مش بتكلم عن حالة معينة، بتكلم عن حالات كتير بتبقى نفس السيناريو كده. أول ما جات لنا الاستشاري شافها بالسونار وطلب منها تحاليل وفحوصات اللازمة، عملتها وجات لي. ولما جات لي قابلتها في الزيارة اللي احنا بنسميها زيارة المانجمنت بلان فيزيت، زيارة الخطة العلاجية، وقعدت معاها وشفت التحاليل نتائجها، وعملت سونار بنفسي، وانا بنفسي اللي عملت السونار وشفت شكل المبايض اخبارها ايه، وشفت التحاليل اللي هي عاملاها، حاجتين مع بعض يا دكتور ايمن، وساعتها صدمتها بالحقيقة اللي هي يا مدام انت عندك نقص في مخزون المبيض، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة، الحالات اللي عندها نقص أو ضعف في مخزون المبيض. لما وصلنا للمرحلة دي الحالة وإحنا قاعدين في الزيارة دي هتسألني ثلاث أسئلة. السيناريو ده مكرر بحذافيره بالضبط زي ما أنا بحكي لحضرتك مرارا وتكرارا. هتسألني كم سؤال؟ ثلاث أسئلة. الست اللي تسألني. تمام. التلات أسئلة دول هقولهم لحضرتك وحيك هتحفظهم عشان حضرتك اللي هتسألهم لي بعد كده، هو ده سكريبت الحلقة. تمام. أنا بتكلم عن إيه النهاردة؟ عن سيناريو حالة تأخر إنجاب، راحت لدكتور، خدت منشطات للتبويض شهور، مرة مع دكتور تاني، مرة تانية، تالت، رابع، خامس، جت عملنا لها الفحوصات اللازمة، عملنا لها السونار، الأشعة التلفزيونية عشان نشوف المبايض، صدمناها بالحقيقة انت عندك نقص او ضعف في مخزون المبيض. هتسألني ثلاث أسئلة. السؤال ده مين الحالة؟ اول سؤال الحالة تسأله لي، يعني ايه يا دكتور نقص في مخزون المبيض؟ منطقي طبعا، مش فاهم يعني ايه الكلام، يعني ايه نقص في مخزون المبيض؟ هقول لها يعني ايه نقص في مخزون المبيض. السؤال الثاني، ازاي يا دكتور، ازاي عندي نقص في مخزون المبيض؟ ازاي عندي ضعف في مخزون المبيض؟ ده انا الدوره بتجيلي منتظمه، ده انا رحت لكذا دكتور وعملوا لي متابعه تبويض وقالوا لي التبويض عندك كويس. هو ده السؤال الثاني، اعيده؟ لا لا. تمام، هتقول الحاجات دي؟ طبعا. تمام. السؤال الثالث، طيب الحاله اللي انا فيها دي علاجها ايه؟ وهم دول الثلاث أسئلة اللي احنا أتعشم إن احنا نجاوب عليهم الحلقة دي. هو السؤال الأول والثالث أسئلة واضحة وبسيطة. تمام. يعني أكيد أي ست هتقول لها أنت عندك ضعف في مخزون المبيض هتسألك تقول لك يعني إيه ضعف في مخزون المبيض ده. تمام. هي. السؤال الثالث أكيد منطقي، هتعالجه لي إزاي؟ ما أنا أنت قلت لي على إن في مشكلة طبية. تمام. هتعالجها لي إزاي؟ وفي ليه علاج؟ تمام. ولا ملهاش؟ ولو لو ليه علاج هتعالجه لي إزاي؟ تمام. السؤال التاني بقى، ايوه على فكره هو السؤال هو ده بالظبط اللي فيه كل الـ 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 الافكار المصريه والغير مصريه. ده ليه؟ تمام. لما واحده تيجي تقول لك انا مخزون المبيض انت بتقول عليه في ضعف، ده هي بتنكر عليك المعلومه اولا، هي بتنكر او بتنكرها صح. على نفسها صح، مظبوط، لانها بتربط بين مخزون المبيض ودوره شهريه. صحيح. هل هناك ده اسئله بقى كتير. تمام. هل في فعلا علاقه بين مخزون المبيض والدوره الشهريه؟ هل الدوره الشهريه بتبقى منتظمه ده معناها ان مخزون المبيض جيد، والدوره الشهريه الغير منتظمه معناها ان مخزون المبيض غير جيد؟ تمام. ده هتشرح لنا الرابط في الحته أكيد. دي اكيد اكيد. وكمان هل ده سؤال رابع بقى مهم واكيد هتساله لك، يعني هل التنشيط اللي اتعمل في 3 4 مرات الكتيره دي تمام. هو اللي ضرب مخزون المبيض، ولا هو كده كده كنا رايحين في داهيه رايحين في داهيه؟ تمام. في مخزون المبيض يعني. تمام. يعني ايه ضعف مخزون؟ يعني ايه ضعف مخزون المبيض؟ انا ما بقولش في حاجه اسمها ضعف في التبويض. ضعف التبويض دي كلمه عامه مبهمه تندرج تحتها موضوعات كتير. انا بقول كلمه محدده اسمها ايه؟ ضعف او نقص في مخزون المبيض. هو السؤال يا دكتور أيمن، يعني إيه مخزون المبيض؟ يعني عدد البويضات اللي موجودة في المبيض.
على فكره البنوته وهي لسه جوه بطن امها تخيل بيكون عندها كام بويضه وهي لسه بنوته جوه بطن امها؟ مليون ونص، 2 مليون بويضه، بس بويضه خامله وهي لسه بنوته جنين جوه بطن امها. اول ما تتولد الملايين اللي هي كانت وهي لسه شهور في بطن امها، اول ما تتولد الملايين دول هيبقوا 300-400 ألف بويضه ساعه الولاده. اول ما توصل لسن البلوغ هتوصل 300-400 ألف بويضه تاني، وهي بنوته جوه بطن امها. ساعه الولاده هيبقى 1.5 مليون بويضه. عند البلوغ هتوصل 300-400 ألف بويضه تاني، عند الولاده 1.5 لـ2 مليون بويضه خامله مفيش نشاط. تمام. وعند البلوغ 1.5 2 مليون دول نزلوا بقى من 300-400 ألف بويضه خامله برضو، يا رغم ان مفيش اي نشاط خالص للبويضات، لسه المبيض ما اشتغلش، لسه المبيض ما اشتغلش، لسه المحور اللي هو فاكر الهايبوثالاموس البيتيوتري الاوفري، المحور ده اللي في الاخر بيشغل المبيض لسه ما اشتغلش. رغم ان لسه ما اشتغلش حصل انحدار في عدد البويضات من ساعه الولاده 1.5 إلى 2 مليون بويضه، ينزلوا ساعه البلوغ الى 300-400 ألف بويضه. ابتدى البلوغ وابتدى المبيض يشتغل وابتدت البويضات الخامله تنشط، وساعتها اي بنوته او اي زوجه هتفقد كل شهر مجموعه من البويضات. يبقى عاوزين نوضح للساده المشاهدين ان كل واحده بنت او ست بتفقد مش بويضه واحده كل شهر، دي بتفقد مجموعه. تمام. طيب يبقى لما اسال حضرتك في الظروف الطبيعيه من غير اي عوامل خارجيه في انحدار في مخزون المبيض ولا لا؟ انحدار مهول. طبعا في. تمام. بس هذا الانحدار بيكون اكتر في العوامل اللي هقولها دلوقتي. الانحدار في ايه؟ في عدد البويضات. انا بتكلم عن ايه النهارده يا دكتور ايمن؟ في مخزون المبيض. مخزون المبيض يساوي عدد البويضات. نعد معانا الاسباب. واحد، السن. تقدم السن ليه علاقه بنقص مخزون المبيض. الرقمين المهمين اشاره صفراء عند 35، اشاره حمراء عند 40. اشاره صفراء نستعد، خلي بالك تحت ال 35 هبوط جامد، عند ال 40 هبوط جامد قوي. ده في ايه؟ عدد البويضات. ده واحد. اتنين، كيس في المبيض. كيس المبيض اشهر كيس اسمه ايه؟ الشوكولاتة. كيس الشوكولاته بتاع مرض اسمه طنط الرحم المهاجره. الكيس الشوكولاتي موجود في المبيض وعمال يكبر وعمال ياكل ياكل ويموت في البويضات اللي موجوده في المبيض. المثل الشهير اللي بقول تخيلوا بالظبط ان المبيض عامل زي السنه واللي فيها سوسه، سوسه عماله تاكل في السنه دي. الكيس الشوكولاتي بالظبط بيبقى عامل زي السوسه اللي بتاكل في السنه. بيضعف مخزون المبيض، بيقلل عدد البويضات. ده رقم اتنين. انا بتكلم عن اسباب ايه؟ الاسباب اللي تؤدي الى نقص مخزون المبيض. واحد، سن. اتنين، كيس شوكولاتي. ثلاثه، عمليه في المبيض. اشهر عمليات المبيض استئصال، بس استئصال مين؟ كيس، كيس في المبيض. بس للاسف الاستئصال ده ما تمش بالمنظار اللي بيكبر 30-40 مرة، اللي الدكتور شايف فين الكيس وشايف جدار الكيس فيقدر يشيله ويحافظ على بقية المبيض، ما تمش بده، تم بالجراحة. والدكتور هو بيشيل الكيس راح قاطش معاه نص المبيض، شال معاه جزء من المبيض، واحيانا بيشيل المبيض كله، يلا استسهال. ما ده طبعا هيؤدي الى نقص مخزون المبيض. في عملية تانية مشهورة ممكن تعمل نقص مخزون المبيض، اتكلمنا عنها في حلقه قبل كده فاكر؟ تسخيب. تسخيب المبيض لو اتعمل كتير 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 كتير، واحنا خلاص اقرينا في 2020 ان لا دور. انت قلت لي حتى ان التسخيب العادي بالطريقه العاديه الكلاسيكيه اللي هي أيوة. الطريقه العلميه ده مش مفيد يعني. بالظبط كده، واقرينا في 2020 ان تكيس المبايض لا دور لتسخيب المبيض في علاج تكيس المبايض. لكن كمان لو تسخيب المبيض ده اتعمل بطريقه افراط فيها كي كتير 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 هيضعف مخزون المبيض. ايه تاني؟ علاج كيميائي. واحده لا قدر الله جالها ورم خبيث، سرطان في اي مكان في جسمها، واضطرت انها تاخد علاج كيميائي. واشهر علاج كيميائي حاجه اسمها سايكلوفوسفامايد، مش مشكله، بس ده علاج كيميائي بياخدوه
المرضى السرطان او اشعاعي، اشعاع على الحوض مثلا لا قدر الله سرطان في المثانه وخدت علاج اشعاعي. خمسه عوامل وراثيه، عامل وراثي في البنت دي عندها طفره جينيه في الجينات المسؤوله او في الكروموزوم المسؤول عن تكوين المبيض. البنت دي بس هي اللي اصيبت بالطفره الجينيه، بقيت بنات العيله وبقيت ستات العيله زي الفل، يبقى ده العامل الوراثي اللي هو رقم خمسه. الخمس سيدات دول معرضات اكتر من غيرهم الى انحدار رهيب في مخزون المبيض، مش الانحدار الطبيعي. العامل السادس ان سنها كويس، مفيش اي عمليات في المبيض، مفيش اي اورام خدت عشان علاج كيميائي او اشعاعي، مفيش اي كيس شوكولاتي، مفيش اي حاجه، مفيش طفره جينيه، مفيش طفره جينيه، لكن حصل ما يسمى بالانتحار الجماعي الغير مبرر الغير مفسر للبويضات، فيما يسمى حاجه اسمها بريماتيور اوفيريان انسفيشنسي، اللي هو فشل مبكر في وظيفه المبيض. اشرب حاجه بس عشان اكح قبل ما تشرح لي يعني ايه بقى بريماتيور اوفيريان فيلير. ده كلمه مخيفه قوي، وانتوا غيرتوها من بريماتيور اوفيريان فيلير بريماتيور اوفيريان انسفيشنسي. برافو عليك. هي كلمه فيلير على فكره في كل المصطلحات الطبيه اتشالت او تمام. كتير منها اتشال، كان مفيش الا الهارت فيلير هو اللي لسه موجود، وحطوا كلمه انسفيشنسي. تمام. انسفيشنسي يعني مش كفاءة. تمام. الحمد لله ان المجموعة رقم ستة دول مش كتير. الناس اللي هم سنهم كويس، جيناتهم كويسة، ما عندهمش مشكلة، ما عندهمش اكياس في المبيض اللي هو كيس شوكولاتي، ما عملوش عمليات في المبيض قبل كده زي استئصال الكيس او تثقيب المبايض، والعوامل الوراثية بتاعتهم كويسة زي ما اتفقنا، لكن حصل لهم ما يسمى بايه تاني الجملة اللي دايما بقولها، انتحار جماعي في البويضات. البويضات بتموت لوحدها من غير سبب. الحمد لله الناس دول مش كتير، 1% بس، 1% بس فقط. 1% من اللي عندهم ده، 1% من التوتال بوبوليشن. طب ما ده رقم مخيف، مش قليل. بس بالنسبه للباقي مش كتير. تمام. النماذج اللي انا قلتها دي سيدات معرضات لاكثر من غيرهن للانحدار الرهيب في مخزون المبيض، للكلمه اللي انا بقولها اللي هي ايه، ضعف او نقص في مخزون المبيض. انا كده جاوبت السؤال الاولاني اللي هو ايه، يعني ايه نقص مخزون المبيض. تمام. ايه هو السؤال التاني؟ ازاي بقى وليه وعشان ايه وانت أيوة. بتقول ازاي الكلام دوت؟ ايوه، ده الست هتقول لك انا الدوره الشهريه بتاعتها ماشيه زي الساعه. هايل، برافو عليك. فازاي وبعدين ما حدش قال لها الكلام ده قبل كده برضه؟ تمام. يعني برضه حته ما حدش قال لها دي، ايوه حته مهمه قوي. ايوه تمام بالظبط. كانت عند 4 شهرين بالظبط كده. الله ينور عليك. ده السؤال الثاني. نركز بقى عشان الكلام ده مهم جدا، ويعني ممكن تاخد شفط بس خلاص. كان زمان في تقليد في الاعلام نشرب العصير. اشرب العصير. بص يا دكتور ايمن، منطقي جدا ان تسال السؤال الثاني اللي هو ايه، انت بتقول يا دكتور ناصف مخزون المبيض ده انا الدوره بتاعتي منتظمه، ده انا بظبط عليها الساعه. بص يا مدام، انا دلوقتي هقول لك، انا دلوقتي بتحاور معاها يعني. انا دلوقتي هقول لك 3 معلومات، كل معلومه عباره عن صدمه بالنسبه لك، بس انا مش هاخدها بمنطق صدمه، هقول ان دي معلومه مهمه حطيها حلقه في ودنك. نبتدي بقى المعلومات المهمه، نبتدي الصدمات، نبتدي الحلقات اللي في ودنها. المعلومه الاولى، الصدمه الاولى، لا يوجد هناك اي علاقه ما بين مخزون المبيض الجيد، معلش عاوز ترجم تاني كلمه مخزون المبيض الجيد، عدد البويضات الجيد، عدد البويضات الكويس، عدد البويضات الكويس ودوره منتظمه. لا يوجد اي علاقه تماما ما بين انتظام الدوره وما بين مخزون المبيض، مع اقل 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 مخزون موجود الدوره بتكون منتظمه، لكن مع اقل 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 مخزون موجود ما بيحصلش حمل. يبقى مخزون المبيض ملوش علاقه بالدوره، لكن مخزون المبيض ليه علاقه بالحمل. السؤال ليه؟ تمام، تعال نجاوب. اول حاجه، هي الدوره دي بتحصل ليه؟ الدوره دي بتحصل عشان بطانه الرحم اللي جوه الرحم لما بتضخم كل شهر وما بيجيلهاش جنين،
ما بيثبتش فيها بتتحلل وبتقع على شكل دم وبتعمل دم الدورة. يبقى الدورة دي بتيجي نتيجة تغييرات هرمونية. مين الهرمونات المسؤولة عن الهرمونات التغييرات الهرمونية اللي بتحصل في بطانة الرحم دي؟ هرمونات اسمها استروجين وبروجستيرون. طالعين منين؟ من المبيض. لا حدد اكتر دكتور هشام، من البويضة؟ لا مش لا. من البويضة. ايوه منين؟ من الزونة فيلوستا. لا 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 مش من الزونة فيلوستا. من الحويصلة الفوليكل. ماشي. من الفوليكلر وول. من الفوليكلر وول. ثواني بس، ثواني ثواني ثواني. دلوقتي احنا في فرق ما بين حاجة اسمها حويصلة وفي فرق ما بين البويضة جواها. البويضة جواها. على فكره واحنا بنعمل سونار احنا ما بنشوفش البويضات، احنا بنشوف الحويصلات. البويضات بتبقى جوه، البويضات اساسا ما بتبانش بالعين. تمام. المهم يبقى جدار الحويصله هو ده اللي بيطلع منه الهرمونات اللي بتروح للرحم وبتطخن بطنط الرحم، وتقعد بطنط الرحم مستنيه الجنين يوصل لها، الجنين ما وصلهاش تتحلل وتموت. يبقى بطنط الرحم اللي بتطخن وبتعمل لو ما حصلش حمل دم الدوره دي نتيجه هرمونات طالعه منين؟ من جدار الحويصله وليس البويضه. تكفيني كام حويصله عشان الهرمونات بتاعتها تطلع وتعمل التاثير المطلوب وتطخن بطنط الرحم، ولو ما حصلش حمل الدوره تنزل؟ تكفيني حويصله واحده. واحده من 400,000؟ من 400,000 حويصله واحده هرموناتها. يعني برضو الناس لازم تفهم ان كل بويضة داخل حويصلة، كل بويضة داخل حويصلة. والحويصلة هي بتكبر، بويضة بتكبر والحويصلة بتكبر بيطلع منها هرمونات، والهرمونات دي اللي هي بتروح للرحم وبتطخن بطنط الرحم، ما فيش حمل تروح الدورة تنزل. الله 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 الله. يبقى بطنط الرحم اللي بتتحل وتعمل دم الدورة دي مش نتيجة البويضة، دي نتيجة هرمونات طلع من جدار الحويصلة اللي جواها البويضة وشتان ما بين الحويصلة والبويضة. تمام. انا يكفيني كام حويصله عشان دوره المدام تنزل؟ واحده بس. انا عاوز كام بويضه حلوه عشان يحصل عن طريق حمل؟ مش اقل من 10-15 بويضه. مش اقل من 10-15 بويضه عشان يحصل حمل طبيعي، عشان يحصل حمل طبيعي. مش اقل من 10-15 بويضه. وهناك فرق ما بين الحويصلات والبويضات. المدام اللي أصلا عندها ضعف في مخزون المبيض مش كل شهر بيطلع لها 10-15 بويض، ده هو آخرها بويضتين ثلاثة. ما هو أساسا المخزون بتاعها ماله؟ قليل. المخزون اللي كل شوية عمال يطلع مجموعة، مش احنا قلنا في بداية الحلقة ان كل شهر في مجموعة عمالة تطلع؟ ما طبعا لما يكون المصدر او المنبع او المصنع البضاعة بتاعته قليلة يبقى الانتاج اللي هيخرجه بره المصنع ده كل شهر هيكون قليل. عدد البويضات قليلة، 2-3 اخرها، يبقى فرص الحمل قليلة. هو يا دكتور ايمن لما تكون البويضات عموما قليلة يبقى البويضات الحلوة قد ايه؟ قليلة. يبقى فرص الحمل قليلة. يبقى دلوقتي أعتقد أنكم فهمتوا يا سيداتنا يا طيبات أن لا علاقة أبدا ما بين أن الدورة منتظمة وأن مخزون المبيض عندك كويس. بالبلدي، مش عشان أنت عندك دورة منتظمة تبقى تحطي في بطنك بطيخة صيفي أن مخزون المبيض عندك كويس. أنا لسه في إجابة السؤال الثاني. وأجابة السؤال الثاني، ازاي يا دكتور بتقول لي نقص في مخزون المبيض عندي؟ ده انا الدوره عندي منتظمه. اوكي جاوبنا عليها. ده انا يا دكتور رحت للدكتور واثنين وثلاثه. ايوه وقالوا ليش. لا يا ريت ما قالوليش. ده جريت تنشيط. ده قالوا لي ان قالوا له طب عندك 100%. قالوا لي التبويض عندك رائع كويس. ده انا كنت باخد المنشط من دول والبويضه تكبر يعني حقنتين كانت تكبر توصل 20 ملي. تمام؟ نجاوب؟ نجاوب. بص يا مدام انا بجاوب، بص حضرتك. وطبعا عن كتر بقى ما بسمع الاسئله دي خلاص الحمد لله يعني جالي برود. في الاول كنت بتنرفز ويجي لي تشنجات وممكن اخبط. لك لا يعني اختلفت، شخصيتي اختلفت خالص عن 6-7 سنين فاتوا يعني. زي لك اوعى تكتب لي انسولين، ده بيجيب لي السكر مثلا. مثلا بص يا مدام، دلوقتي لما الدكاترة كانوا بيدوكم نشاطات للتبويض
ويقولولك ويقولولك التبويض كويس، هما كانوا بيتكلموا على حاجة وأنا بتكلم عن حاجة تانية خالص. هما بيتكلموا عن حجم البويضة كام، ومجازا حجم البويضة، المفروض حاجة اسمها حجم الحويصلة، لأن احنا اتفقنا اللي احنا بنشوفه بالسونار، الدوائر السوداء اللي احنا بنشوفها بالسونار وبنتابعها وهي بتكبر، دي الحويصلات مش البويضات. فالمهم الدكاترة اللي شافوا قبل كده كانوا بيشوفوا البويضة ايه الحويصلة. انا ما بتكلمش عن حجم خالص، انا ما بتكلمش عن حجم، انا بتكلم عن عدد. وانتي لو من غير منشط وعملتلك متابعة تبويض هلاقي عندك بويضة كبرت وصلت للحجم المطلوب وكشت بعد كده، يعني البويضة اللي كانت فيها خرجت، يعني حصل تبويض. يعني لو ما كنتش خدت منشط كان التبويض ده هيحصل. انا ما بتكلمش عن ده، انا مش بتكلم عن بويضة واحدة كبرت ولا لأ وحجمها وصل قد ايه، ما بتكلمش عن كده، انا بتكلم عن عدد البويضات اللي موجودة في المبيض. تمام؟ يبقى دي نقطة مهمة. النقطة التانية ان للأسف الحالات الكتيرة والستات الطيبات الغلابة اللي اتحطوا في الموقف ده للأسف ما وقعش في طريقهم حد متخصص بروفيشنال يقدر يشخص الموضوع ده. هتسألني سؤال منطقي وبديهي جدا، ليه يا دكتور هشام هو الموضوع صعب للدرجة دي؟ على فكرة والله مش صعب، بس هو محتاج تغيير في منطق التفكير، تغيير في منطق التفكير. خلاص الحمد لله في ناس updated ودايما وعندهم الجديد في التفكير، بس لسه ما زال هناك قطاع من الأطباء لسه minded بتفكير القديم اللي هو بنقيس لك حجم البويضة، البويضة بتكبر يبقى التبويض عندك كويس. سيدي الفاضل أنا ما بتكلمش عن البويضة وحجمها، أنا بتكلم عن حاجة تانية خالص اسمها عدد البويضات. تعرفها ازاي يا دكتور يا متخصص يا بروفيشنال؟ أعرفها في حاجتين، شكل بالسونار وتحليل. فاكر لما قلنا في أول الحلقة الحالة لما بتيجي مراكز رياض الخصوبة بيقابلها الاستشاري عشان يعمل لها سونار ويشوف التحليل اللازمة ويطلبها لها، وتجيلي أنا في تاني زيارة عشان خاطر أقيم الحالة تاني من أول وجديد وأعمل السونار بنفسي وألاقي التحليل رقم قليل باخد بيه أتأكد بالسونار، يبقى ما اخدش بالتحليل لوحده ولا اخد بالسونار لوحده، لازم اخد الاثنين مع بعض. التحليل اسمه ايه والسونار هشوف ايه؟ السونار بشوف البويضات الصغيره اللي المفروض بتكبر كل شهر. فاكر احنا لسه قايلين في اول الحلقه لما البنوته توصل لسن البلوغ بيكون عندها 300-400 ألف بويضة، كل شهر بيحصل إيه؟ كل شهر في مجموعة بويضات بتفقدهم، مجموعة بيبتدوا يكبروا بس واحدة هي اللي بتكمل والباقي بيموت. أنا بعد دول اللي هم مين؟ الصغيرين مش الكبيرة اللي كبرت. كمان بشوف تحليل اسمه إيه التحليل ده؟ إيميج مخزون المبيض. لما نعمل التحليل رجاء ما تعملوش في أي معمل، رجاء ما نسترخص فيه، ما زال هناك معامل في مصر بتعمل التحليل بطريقة مانوال إلايزا. مانوال يعني إيه؟ يعني إيد. لا 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 مش ده خالص، ده أنا عاوز التحليل يتعمل في معمل محترم بيعمله بحاجة اسمها أوتوميتد كيمو إميونوليسنس. يعني أوتوميتد يعني ماشين، إميونو يعني مناعة، كيمو يعني مواد كيميائية داخلة فيه. لما ركب الاتنين دول على بعض ساعتها أقدر أقولك إن عندك نقص في مخزون المبيض، وهجاوبك بالصدمات التانية والتالتة في الحلقة الجاية، وخصوصا الحتة بتاع السؤال. طب تعرف إزاي؟ لأن بيني وبينك كمان كلمة بتاعت نقص مخزون المبيض كلمة تخوف طبعا. يعني في ستات كتير لما تقول لهم الكلمه دي رد فعلهم
الحالة دي ما بتتعالجش بقى يا دكتور، تمام كده ما عنديش أمل، تمام، أو جوزها تمام تلاقيه راح باصص في الأرض، تمام. وهو ده اللي احنا هنقول الحالة الجاية، كلام مهم جدا جدا جدا. يعني المرة الجاية أعتقد إن احنا أمام أكثر من سؤال مهم جدا جدا. وضحت الصور الغامضة عندنا، ومن ضمن الصور إن كتير من برضو المدارس القديمة بيفكروا بطريقة معينة في قياسهم لكلمة مخزون المبيض، ومن هنا بتبان الجملة المشهورة جدا، أنت إزاي بتقولي إن المخزون المبيض عندي فيه مشكلة وأنا قالوا لي قبل كده إن هو كان كويس قوي. الحتة دي محتاجة تتكرر المرة الجاية تاني إن شاء الله. أكيد ضيف العزيز الخبرة العلمية الكبيرة، وطبعا بسعد جدا بالحوار العلمي الممتع معاه، اللي طبعا لازم أقعد بقى ذاكر تاني المرة الجاية أشوف الحاجات اللي قالها. نورت يا دكتور. الله يخليك استاذ ايمن، طبعا ضيف العزيز الاستاذ دكتور هشام الشاعر القيمه العلميه الكبيره، استاذ امراض النساء والتوليد والعقم بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، استشاري علاج تاخر الانجاب والحقن المجهري، وعضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه، ورئيس مجلس اداره مجموعه ومراكز وعيادات الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه. طبعا كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق العاده في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.